وفي ظهور مفاجئ أمام مقر الحكومة بالقصبة، دعا الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان جيش البر إلى عدم إذاعة ثورة الشعب التونسي والسقوط في الدكتاتورية من جديد في ظل وجود فراغ سياسي، مؤكدا للمتظاهرين المعتصمين هناك السهرة على الحفاظ على الثورة. قبل كل شيء أن نقف جميعا دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة، ثورة الكرامة، ثورة الشباب. دقيقة صمت. حذر الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان جيش البر في تونس الذي رفض دعم حملة الرئيس المخلوع ضد المحتجين، حذر من أن وجود فراغ سياسي من شأنه إعادة الدكتاتورية. أنتم وإحنا كقوات مسلحة لا بد أن نكون ملازمين اليقظة والحذر. يا ولادي راهي ثورتنا، ثورتكم أنتم، ثورة الشباب راهي مش تضيع، راهو باش يركبوا على ناس قريب. وبينما أصر المحتجون على إسقاط حكومة الوحدة الوطنية، تعهد الفريق أول رشيد عمار بأن يدافع الجيش على الثورة. سيبقى الجيش الوطني العين الساهرة اليقظة التي ستسهر على هذه الثورة المباركة. كما أكد رئيس أركان جيش البر أن الجيش التونسي لن يخرج عن دستور البلاد، داعيا المتظاهرين إلى إخلاء ساحة الحكومة حتى تتمكن على حد قوله هذه الحكومة أو حكومة أخرى من العمل.